تعد من أرقى الرياضات الحركية التي تجمع ما بين المرح والفائدة وتمنح محبيها أوقات مميزة. كرة التنس رياضة عالمية لها أصول تاريخية عريقة وجماهيرية واسعة من مختلف الأعمار، وهي إحدى أهم الرياضات التي تتطلب سرعة بديهة ودقة عالية في التركيز، وتحمل بين ثناياها الكثير من الإصرار. تعرف كرة التنس أو المضرب بأنها لعبة رياضية تمارس بشكل جماعي أو فردي تبعاً لقوانين وقواعد محدودة وواضحة يتم وضعها من قبل الاتحاد الدولي للتنس. أما عن فوائد هذه الرياضة الشيقة، فهي تساعد في حرق الدهون وزيادة معدلات ضربات القلب، إضافة إلى تنشيط وظائف المخ وزيادة القدرة على التركيز. كذلك تسهم رياضة كرة التنس في بناء العضلات ومنع الإصابة بهشاشة العظام، كما تساعد أيضاً على تعزيز المناعة في الجسم والحماية من الأمراض. من ناحية أخرى، تساعد رياضة كرة التنس على تعزيز الثقة بالنفس والحد من مشاعر القلق والتوتر، كما تمنح الطاقة الإيجابية والشعور بالسعادة. الحماس، التشويق والمرح تميزت بها رياضة كرة التنس، فاحرصوا على ممارستها بشكل دائم لتنعموا بأوقات استثنائية مفعمة بالنفس.